بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إمامك حسود النقوشي خسيسي كصاب سنيد مذهبك أفراد حنابلة، الإمام أحمد حنبل مذهب كيسي عرمدي حنابلة مركة مسائل كاني وحي كقبين أقواشودي الشيخ سوقورني. وقال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في إغاثة اللهفان في مساجد الشيطان، هذا كان مجلد ككوبات الصفحة صدح بقول لحدن يصدح أيو كجرة مركا لقى مراجع النسخة لو ذا مجلد كمركا أو تحقيجي علي حسن عبد الحميد حلبي مجلد كوبات صدح بقول لحدن يصدح. وحول الشيخ سمرك قال صلى الله عليه وسلم نبي وحول لا تتخذ وكي لنين وكدغنين قبري أنيقى قبري عيدا ما لغصو النغضة ما لغصو الله بتو عيدا لغصو الاجتماع عيدها إيا مالمها مناسباتك أو مد وصوت مادا ولا دبلدغا ولا فرحة ولا سكوي مادا قبري إيقى ما لسكوي مادا لوسو قصدو لغوكو المصانة كيبا مر يان لغادغنين عيد مركا لما يعاد إليه ولا إلى هذا مكان أو زمان أم حلي لكل من مكان زمن اجتماع النقض أما بقعية قوب لغو كل ما النقضتي وحل لغو الرام لغو صون النقضاء عيد ليلة هذا. حديث كاسي أبو داود باصو صار باللفظ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحاك لورا الإمام أحمد حنبل في مسنده من طريق آخر ومركاسي أصوها اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بسند جيد وأنا حديث صحيحة الإمام النووي في خلاصة الأحكام وفي الأذكار وكصحية حديثك. وكذلك الحافظ بن حجر سند كسوا صحيحيي، أما الشيخ الإسلام ابن تيمية فقد حسنه. وقال صلى الله عليه وسلم نبي حول اللهم لا تجعل قبري إله قبري كي يل وثنا أي معبودا يعبد شيء لا عابده حق در اللقوع عابده الله هكذا وإلهي السكدي أحد كسول ملكا أو نبيا أو رسولا أو قبرا معظما اللي معظم وحرم بواعب وكفر وشرك قال لموي مرك النبي الله كما قال قبر يساء إن وثن ونغض والوثن كل ما عبد من دون الله أيا اللي إذا لا سيما مركز صورة أنه لا أوصن لهين وقاب حيوان أن لا صور مرك قيدها رحيات قبورة وحيا باسودا وأوثان تعبد من دون الله. اشتد وحاضر هذا غضب الله إلهي عريسا كلاتو دراتي على قوم قل يو عريسين ياهي أما على قوم قل يدشوط بكدر أنت عرض إلهي اتخذوا كيش قبور أنبيائهم أنبيضوا قبورة المساجد كالتحديد كان وحصوص رب الزار في مسنده من حديث أبي سعيد وفي الباب عن علي والحسن ابن علي بن أبي طالب أحاديث معناها كتمت وحير أرش تقريبا صاحب أنيس الساري رقم كأفركن هل بقول لباتني سدح حديثك صنوه حديث صحيح هو. وفي اتخاذها هذا لك من القيم باسعده رحمة الله تعالى عليه وفي اتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة ما يغضب لأجله من في قلبه وقار لله سبحانه وتعالى وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك. شيخ مركة حلوة في اتخاذها قبورت إن لغيشه وحا كجره قبورته إن لقدرت وحاكو جرى عيادا عيديا مالس كوكوته لو حجي لو دبل سيدي لسمين جري من المفاسد وحيوه حمانته العظيمة واوين
ما با كجر يغضب وكعرض لأجلها سقدرت وعرض كل من كان في قلبه إيش كل لفظ كل باكجو أن النص أصل ككجرته ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله أنا وقار الله بأي قرآن لكن وقار لله وصحة همزة إن لجوية وصحة وحل قسم يقبور تأكتيدا إذا بلدقة أما حد قدب أما الدين لآنا وشيء كعرض الروح مسلم كإيمان قلبه سكجره ما يغضب لأجله أي من أجله كل من باكعرون يوكحماني في قلبي قلبه سكجره وقار وينين يتعظيم لله سبحانه وتعالى وينين هي ننك ألرهم إلهي احترام إلهي وينين يتعظيمني وحو كحان ونصدو أما أو كحماضو أما أو كعرض كجروي يا ماشا كردعا وأقدنا دي شركي با إلهي سبحانه وتعالى دم بالغجل أوين شركي با أنا كردعا يا وحكا درنبا والله عايدة سبحانه وتعالى يحد قدب كلا يا وغيرة ننه مصير كجروي نين والبو قلب يسو كجر وقار اللوينين يا تعظيم إلهي يا غيرة وفعله وفعله على التوحيد نين والبو وحن ونصنع يا أودن قني التوحيدك أما كه ناس يدبك لجارسين التوحيدك دين إسلامك نين والبو مركا غيرة لجه لا هناس يمحو آية مصير وحمان تكم مصيرها يو وأنا قل لقته أنا أكح ماني أيها وشا كحن ونصنع يا وتهجين وتقبيح للشرك كل من كان في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك ولكن بر الشيخ ما لجرح بميت إيلام لكن دبك جرى وحاو محال لندن قنين انه وحاس وكفر أركينا او حد قد بقبرها لقص من أركينا او إله سيد اللي وحد قد بالدين كيسي التوحيد كيسي أركينا يانسيب يعني براد لياس كغنو والله محاجرة حول الشيخ ما لجرح بيت بسوقات مركزي نشاعر أولي فقرة كاملة مصر عدم بي ما لجرح داوع ما أهاني بميت روح ميدة لداوع الله دردرو إيلام وحنونة روح ميدة هداد وريان تؤتو رجل زؤد قراع وحنون سن مهاي لأن الروح دي النفط مر ريك بحضي درين ملها مركو حوى يدد كانوا أموات حق قلبي يكاد انتنوي ومدن أن شركة كحنون سنينين إحموه سنديبينين وحا وناكسر أن أفعلونين وحا حنا أن كدقا لمين قلب قضا وهرد انتوي وأموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون مركا موقال كوري كنو ليهين قلب يكد انت بحش التوحيد كاكدمت إيمان كذبا بختيوي سيبو شخو جدا ما لجرح راوع وما أهان إيلام حنون إيا الله حكم ولها بميت كويا الله طيب راوع ميت كويا الله أمال لوجيستو دنقن ما هيوي فمن مفاسد اتخاذ أعيادا الصلاة إليها ساس هذا ابن قيم ما شكون منها مفاسد وحكم الشيخ السقا مركو وسكسو اختصار لكن الشيخ وهذا الكحوها سكو حرين هي فمن مفاسد اتخاذ أعيادا حمانتا يا دباتوين ككردشة إن قبورت عيدا لقدكتو أما ميرا لوكل ما لقدكتو سيدي بيولو أن سكوتا كجري ولا قرن هيا دي ميرا قوبة خاصة وصانة مر لديق وقيل إيو الله إيا أري لقيو ويدكو أحجيان ومال ملغوصهم مغناضو وهبين كدفر كشيخيبل عوال نفر هيا هبين دمال نفر هيا هبين دموان نقشدي حجب حجر عمر يروي ولي بحج كوين طيب ولا قرن هيا إلى تاج شيخ مرك حول مفاسد إيا حمان لباتوين كجر الدين إن قبور تلقى دكتو أعياد وحاكم ده الصلاة إليه إن لو تكدو أيدي بالطول فديا روح وقت باقوان صلاة عشي فجرك حق وتكن هي الصلاة إليها وحاكم إذا والطواف بها إن القوة ريجو ولا طواف قبور تواوينا دي اللي عابدوا الجري بابور كن لقد ين بالقوة ريجاية شعبك يمد محمد هاي عبادة ويمد أنت يسن كدق ين بابورك قاريجا يقو صارم بال سقا تطبق القوة ريجاية طوافوي طواف وطواف القدوم طواف القدوم وصلانتي اه مركا بين الله لفديو او شرك يا قالمي الا كفغاش عبار لا ودو مركا لا تغا هينا طواف الوداع بل لو سمين هيا طيب طواف الوداع واقرنيسان سلام عليك سيد ويس سلام عليك بل وسو قال جري بيول واقرنيسان سلام عليك ددكو ايغو سلام هيا بي سو قال هيا بابور قالو وريجن سغال بابور لباتن بابور صدن افرتن كنتن بقول طيب سديتنيو معاي سديدي أيا أوينا بيورو استقلس كوتاغو تا
تضو بقول يا سيديتن بابور او سكوجر محو حسيتي من نوقتي ايو كي وينا كالبريس كاي قحوتيها لا قسو دعاي ايو محو 19 كي ايو يو دي ايو محو هاي باشي انا دلدل جرت محي هاي الجي الجي عيدنك بالك الجي تي ام كي عيدنك تضو بقول يا سيديتن ميم زغاشن بابور با هل ما انت سوقش هل ما انت كليه بلغ يوم واحده ما المهم الوحيد المشي اذا عاد حمر بلغ شيء طيب بيضبو كونفور وقوي مالك استلا لغا ايمانيه مركز السلام عليك سيد ووس السلام عليك بلغ دوافا هيا مركا بحاينا مع السلامه سيد ووس مع السلامه لغا بحا ادو صارن بابورك تضبك بلغ دوافا هيا مركا دواف الوداع يا دواف القدوم دواف الافاضه يا دواف ركن واجر ويلته لكن لو وضع ايهو واجرين مرك وحاني يعني وحلا يقانوي إن كان هوشة صومر أما الله سبحانه بيد بيساموي وح من قيمك الله هيو ووح إسكال لعب صغير أولي بق وح كده عجلة وضن كين أما إن كان قيمك كم إذا كجرا هاي تضبط قرنين كود وافق قبر ويس كود وافق وحلا أمن سنة وحجك واكر دعي تضبط قر هذا كود وافق كوريكتو حجك واكر دعي فكأنما حج بيت الله الحرام تضوا طواف زيارة واقرة أهيد تضوا قرنك زيارة واقرة أهيد واقع دمبة وهابيد وصوب بحين هقوله دقالك باللودي ويبدل لنا وشي طيب وحيد أنا تضوا قر كلي أنك طواف واقع الحج واقرة أهيد تضوا قرنك زيارة واقرة 40 بكسب باللابد أفرطن قرنك تجا قبل جوا حج با واقرة آه تضور هذا أنا تضوا زيارة لو بدلي تضوا طواف تكتي أنا جوارد وحنوص بعني لأنك مر إسوس الله موحجي مال عدد للي هذا كنت الإثيوبي نينجو أسوي حراني قال مر نك إسوس سلامة إيشو قصد مر إسوب بقعد زيارة كياناي حج لقمالها إيه عمره من نبا جنزنا واديار أنا فريه فريه هاي ومع ذلك والله بقعد والشيخ سيد مقبول بلي هذا سيد مقبول طيب يا ونرم علي أنكول الشيخ حسن نرم علينا هو سومالي اسكيب الدابة نمينكو كوي ركب قيبا كم بدا فردي درسي كتشوكا مركا وحفوك ماء شي حسن يدنك رهي مديراتي نموك تقول لها نمسو قارين برهي نضيستان حساب تشيركي وكوفيات كبناي سومالي كدع جرى ام اتوبيا وحبا دم بيد مسو قارين وان قنتين انت ضمن از دبقى بطا وان ضمن تان حيوه ونوع ما الصلاة إليها إن حق اللوت كذا كم إذا دباتوين كدين لا أنت كرد على قبور تل لعابده يو الطواف بها إن لو طواف لو ريجستول يو السلام إن لا سلام سيد حجر أسود كي يرغن اليماني بالله سلام هي لا قعن زاري وحاكم إذا وتعفير الخدود طبعا كإن لا بوري يلا هباسية وجمع خد طبعا ك هذا الشيخ وجد وجهه وجهه روك لقلنا يا قبل قلنا كان يفود لقلنا ما كان أنت صرنا بهباس طيب شو مال بور لكوت كذا وكله وتعفير الخدود بابا نضا ان لر ام عيديو وعيدي هباس للقلم وجهك يا مدح ايا كم اذا على ترابها تراب القبور قبرت الله سوق هذا والله مرسلها يا وين كان مرسلها طيب دمرك ضربانت اي كل امام ماشي حمى هاي كلف كقدش وحمدو عيد قدوم با لو سوق اجري بيو مكاس اسمرين جرين وبركه الشيخ خدا عافي ماذا انسان عرفت الله مرنها يا طيب والله كلام شبان عيد قدوم هذا عيد معو هاي لكلاب سيدي ماء الزمزم به لقصوا هذا مشى أيضا طيب علمي في كل شيء هم إنها مشى اللي جاء أما كوع على الجلا أما كل شيء أولي إلهي ويدك وكقيم بدني هاي مركها هو شو هم ما الفوق بيجار باشو ما الفوق بيجار وتعفير الخدود دبنه العيدية أيا كمدة على ترابها الله مري وتشي الله مري أمرنا عيد الله مري يوحى كمدة وعبادة أصحابها قبور تدك كجرا كحوا إن لعابده أصحاب القبور بل عابدها هي والاستغاثة بهم عند محوها كلمة لو يسي قرقر لو يشتاك قوان ماشا وشيخ الرعيي والاستغاثة بهم إن أصحاب القبور كلا كلمة يستقول قرقر سدو وأولياء الله إن كلمة نو قرقر أن عافية محوها روب كينا نبات كينا وحد بان عافية طيب أيا لو رجل وسؤالهم باكا ماذا إن لو يستغاثة قبور تكجر أن نصر قرقر بلو يقول طيب يو الرزق إرزاقات بالوديسن يو العافية عافمات بالوديسن يو قضاء الديون ضدك بوكه
شيخ محو اسلانت عافمود ويدا وان قبل هبل انت لا تشرد لا سو غلو او نيف اما دبي اما وان محو اي اما رتي لا جيهو يا ترى الى الشيخ عبد القادر اما شيخ ويسو هدي هوشا اي سهلاناتو سا و خدعان وحد اقول هذه زياره هذه سنه كدنبه. طيب وقضاء الديون ديمها ان لا غدا لويديسن شيخ بلو دين با نفته اي كنتون اسك بخين واي دينتا اناد بحسان كاربا ولغانو زيارات ما باجنين هشاد ميل بيغا تالي وان كادو ديار بو اها ديبغاو واد غرانس او ما باقنين مخايتي دينتنا ايغا بخاينين سيدودبا مسيريو ان غوستا بس ولا افين هي دينتي با لغا بخين ولغو افين سيدي دجال يا شياطين تدك لو افين جري با لغو افين هي الا كفار قريش اصنام تشيطان بك لهد جري مركي شكيان با مكو نبي انتو كو اخري توحيد كوادو او اذا وحنا دن اباطيل وي درن قادان ابليس به الله هي وقيمه بدنيهن هل عابدو يا لو بخن. طيب نفس الله يقول سدنا كلا شادين بقاليس يا وقضاء الديون بلا وديسن يا وتفريج الكربات كربوينك ان لفيدو قبورته لو وديسن جمع كربه كرباتكم كربوينك ان لفيدو يا فيد اهل قبورك نندنتي او هره و متامر لو اهينن هدو وناك سادة وناك بلوكل مي هدو حمان وحمان بلوكل مي إلهي نين إلهي مطوى هرى لنتيب على دنباجين أو كربة الفيد أو دين تبيحي ماش أصوب مسكا قبح هدو حقب سنكر وقبر كان محا. طيب لو قولي ما هي دنبي قاسوك هدو سنسل لكولا هي أصوك هدو يده هلا يسوع عبدو أو هلا يسوع وانقلو أو هلا يدول فرديو سيدي محو سوفي سمطر موسى ديركي أدوسان ديناني قال لي سوء عابدو ومحوان هاي انتو عورانو مركان انتو تضبها لها اللي يقلبو كو أفر أربعون هلا يسارو واي ياهي مانينكا تضبات حوري محوان هاي قرآن كمرها اللي يقرم ميو قيل واصو لها ان انت هلانا لقاسو قورعو قبرك مانينكا تقبوري هادات أرقتان انان قبرك كجرنا هادي اللي قيمة أقبلين وحان ودو وان راقي واي هادان قبرك وانكبحي أرقتاننا وحاوي هذا الدوار لا يقبله وانت جاي ماشى لا يوتر غير من عادي رم على محيين قبر جيسي سيد والله يلي مالك يتضباط بالتي قبر هو وقبح الشيخ قبر هو بنان ينوم فرواوين وكفر دولة قبل وقبح ماله عادي أمر له هين بالو أركب عليه قبر هذا رم على رياف جاب عابده رياف جاب هذا عابد وطول فديا ووارد وبدن تاد وتوانسون كورنين تاو مسدد وذير كيوي هلا هلا ودي والرزق والعافية وقضاء الديون يعني باش ولي ما يصير نمان ولي ما يمشي رصف عليك البلد هذا وين فرد هذا ولي. طيب باش جلب فرد ذي يمعو هاي روس مرة ملا ملا وقدرا يا قلب هذا فرد ذا يو سؤالهم النصر والرزق يو العافية والقضاء الديون وتفريج الكربات ين كربوين كل فيداء لو ويدي سن هيا التي كربوين كاسو هاي محان ربا مفاسدة سو كانوا عباد الأصنام يسألونها أوثانه مفاسدا إن لو تكدو طواف إن لي كروبات كان ربا عفوا التي كروبات كاس يديمه اللبحيو يعافي ما ضحاس ودم وامعي تفريج الكروبات يا سمين جري كفار قريش ومشركي العرب يا أوثان تدوي دي سنجري بشيخ كويت التي كروبات كاس فيدتان كدو التي كاسو كان التي تاسو كان وها عباد الاوثان يقول يا اوثان تعابده يسالونها مدى ويديستان اوثانهم بويديستان جرين يعني مفاسدي يا اسئلتي يا ضنيه يا حاجاتك اي كفار قريش يا عباد الاوثان اوثان تو ويديستان جرين بيكو هذا اسلام كشيغانا شيكتنا اي ويديستان وي اهل قابورك يا اولياء يا طواقيت هذا الليل بشيخ قوي تقريبا صفحه كله بالك قوي وكل من شم ادنى رائحه من العلم والفقه يعلم ان من اهم الامور سد الذريعه الى ذلك وانه اعلم بعاقبه ما نهى عنه وما يؤول اليه واذا لعن من اتخذ قبور الانبياء مساجد يعبد الله فيها فكيف بملازمتها واعتياد قصدها شيخ عويلي وكل من روح كستا او شم اوريي ادنى رائحه عرف يا اور كاوير طيب من العلم كما العلم الروحي اوريي
إنه رده مسكب الداي نقصوا عالم كعلم قد إن شيء عبي الله قيوب كذي إن علم يرؤي يحقو أي صحن صح أبا حري يعلم حقوقنا يا أبو أن من أهم الأمور أرماك وأمهم سنة أوين وحاكم إذا سد الذريعة وضد إن لأوده الذريعة والطريقة والوسيلة سد وإن لأوده لورستاجه وضد وإن لأوده إلى ذلك إلى هذا المحذور بقرا إغاثها أنا وأن هياد إلى ذلك وأسكم أموي بمعنى وحك استأو كين كرا قبورت إن لعابدو إن لوحد قدبو إن لوينو لو لبومبونيو حق إله منا إن أيضا الله سيو أردن وإن لورستاجه نينك الدين لي إسلام وحك قرن هيا وحأوتك بحن ويودوين كارا إن لسأود الله صحر جميع الصبل والذرائع التي تؤدي إلى عبادة الأوثان وعبادة القبور وأصحابه وإن لباب يو يعلم حوغانا يننك شرع الإسلام وحنك أرصدي أما علمك أقوان يرؤلي هبا يراتي أن من أهم الأمور من أعظم الأمور وحاكم ذا سد الذريعة وضع إن لصوحره لباب يو إلى ذلك إلى هذا المحذور محذور قوة عبادة الأصنام الصلاة إلى القبور استلامها تعظيمها سؤالها النصر والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروبات وحاشو الدنب وإن لبابيه وأن صاحب الشرع صاحب الشرع باقران طيب لكن يا أصل كوية الله أن لك حقيقة وأنه أعلم وأن صاحب الشرع ساس أقري محوها هاي أصل كان هاي وأن صاحب الشرع شرع يا صاحب كيس والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو سودي بي صلوات ربي وسلام عليه اعلم اسغا او قال بدن بعاقبه ما نهي وما يؤول اليه طيب اما بعاقبه ما نهى عنه وما يؤول ما شوب اذا كغان صاحب شرع النبي محمد و هو قبور اولا دغلم و قباوي قبورته هل يان لا وينين يان لا دسين يان لا بمبونين يان لا نوردين يان لا شميتين يا لوقست يا حاجة لو تكنن يا كان ليالي نبي انت وحو قبر ودبا تاغن ياهي وحو اوغي هي ميشه كو دنبين دونت يا دبك اي كيري دونتو يا سيده لوو عافوبي دونو يا ددك قاركي اني عابدو دونا ما نبي وا كسي با دواق هيا وا كا قيل هيا وا كا دغايا وان صاحب الشرع اعلم وسغ او اوغال بدن بعاقبه ما نهى عنه امده وحو كريب اياتين كيسا ما حد نوغ ريبت وحان اوغ هي دبك ادو كيني دونو نبي الله محمد أبرت وحنا أجا وناجا إذا كجرا خير كإذا كجرا وحي نبي صلى الله عليه وسلم حاكسوا جن وح خير واحد جنا إذا دوية وإله إذا كره لنقض مجر إلا وقد أمرتكم به وإذا أمري شيء كستو إله إذا دوينية وإذا أمر وإذا شيء وحكم تجي وح كستو إله إذا كفوا جين والنار كج ليسان وإذا كره يا بي وإذا كنهي إذا نبي وحكم تجي مركن نبي وح ومضى كره يا بي أجي هاي حمانتا يلي نانتا كجرتي بابا ومضو كان آخر يأدون بابا أي الدنيا بابا بعاقبة ما نهى عنه يوما شيب النبي أقيا هاي أقال البدن هاي وي يقول أقدم بين دون إليه حقيس وحوكو انتون دون أقدم عن دون شيء وإذا لعنا نبي هدول لعنا ذي من اتخذ قبور الأنبياء مساجد قبور الأنبياء الروح ما اللي قلتك هذا كدكت إذا ما عابد هاي لكن مساجد بوكذا الإسطي إله بعابد هاي مركب أي سجود مهايو بري مهايو كطواف مهايو عيد كقادان مهايو رنكان مهايو لكن مسائل وين بكد الجوي مسائل كاسو الله كل عبد الله كلي ببريا قبر نواوي هشدا نبي وامل عم بنكاسقة مع قبر يا مسائل سو كياني هلا كلا فوقي طبي بيوي وإذا لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله فيها سو إله كل عبد فيها في المساجد فكيف حونك سبحانه قنا يا وي بملازمتها كورنا وإلا لازم قبورتي أيضا إلا لازم الله طول فريسته واعتياد قصدها يا إلا قعد لقتين لو قصد قبورته وحد قعد لقتين أو قصده زي بوقته عبرضه طول فريسته دول قور ريسته نبي وحول عنا ذنين مساعد كذو اللي سوي له عابد هاي نينك أيضا بري هاي بالكور كازو قال لقوا وين وي ومن جمع شيخ حول نينك محمد جمعية كلمية بين سنة رسول الله في القبور صلى الله عليه وسلم وما أمر به ونهى عنه وما عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر ورقيم بدنوي حول الإمام ابن القيم أبو عبد الله شمس الدين
وحيد إنك إصبربر دجا نبي محمد قامه كقاطي صلوات ربي وسلام عليه قبورته كقاطي يوح قبور كيلي يا ما أنت هو إسلام كشيعنا يا وحي قصة ميان مشى أيضا إنك إصبربر دجا وحاو عدانا يبوردات كبدن كود بانتا إن يقص غني وح إسلام كالجبحه دين إسلام كبربرنها يدلت كذي ومن جمع أي ومن قارنوا إنك إصبربر دجا بين سنة رسول الله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت كذا حلي في القبور أو سنة أحكام تشرع جايد النبي وقبرته وكيش النبي وقبرته إن واحد ما أقول يعني لو فرزان بوري يعني لو كاجن يعني لو سحرون هلا محوآي روح مال في عن لو حبالة قبره هلا ديريو النبي وهو شاس وكه الله إن الواحد قد بن لكن إن حقوق الله سين النبي وديدي وإذا الله بريو إذا الله عابدو آد لورد ديريو لنور ديريو لردسو وحلقو قرو وحر النبي وادي صلى الله عليه وسلم وحك استو وسيلة أنو أنكر أي وذي قحن ودين تلقى قبعه أما إله اللي وعاز النبي وهر استاجي احترام ترى يحد جدب كقبور تلقى وادي ذي اللي جو استاجي اللي جو فرستو اللي جو دل صحراوه النبي وادي صلى الله عليه وسلم حد جدب الله ما أقوله لو حد جدب قبورته إن لا بمبوني ولا ويني وحك بحسن شرعي الله ما أقوله ده حاب بقى أنتوا بالله بعيا بين سنة رسول الله في القبر وما أمر به النبي أمر إيه قبور تكو صابسا وأنها عنه مضوء كالريبي إيه وما هذا سبب من عليه أصحابه إيه وحي كسو غيهن أصحاب النبي محمد النبي محمد قامه كقاتي قبورته إيه صحاب النبي محمد ماشي كتا استاقين أو شعيدا لأن النبي قد بقى نجوه وطائفة معصومة وصحابة لا بإجماع عضا معصومة النبي أرديسي خاص كايد وي دين تيس أيغا ترجمي وح خير أيق أيس الصامين خير نقن ماي حلا أيق الجوجين وحن دين أهل أمد الدين نقن ماي أصحاب محمد تلاميذه رجيس خاص كأه المهاجرون والأنصار السابقون الأولون وحن دين نقن مال كأسرع مانت نقن ماي طيب نبي محمد يسحب يسحب يسوس كقوة فلا هو شيء قبور قصة مين يقان كقاتين يا هذا صبر بدك تو بين ما عليه يوحي مانت قصة جين أكثر الناس dadka badan kood aliyow maanta raa wuxuu arkay ruuxa muslimka ah ee hawsha isbarba dhigay fiiriya ahadahuma labada arimood mid kamida nabi maxamed iyo saxaabadi go'aamada ay ka qaateen qabuurtii hawleheeda ama sharciiga islaamka ee dhabta ah wuxuu qabuur ka aaminsan yahay iyo waxa ummada maanta ku maxaabsada islaamka ay ku sameeyeen qabuurta raa ahadahuma mudadan ila akhar inay isburun hayaan أو إزدمين هيانو إسمر نبأ له كل مكر وح كل مكر ما لبلد محايا مج محاها لا يجتمعان في آن واحد في مكان واحد شيء عدين يمدو ملكما كل ما قبوا يا كل ملكما كل ما وادد طيب لبلا شيء أسكو علا ملكما كل ما لين رانا يا عانو ضيع ملكما كل ما وهذا قال لهم هيا إذا نمنكم وحي الزمان ما أنت إسلام كشجعني iyo go'aamada nabi uu ka qaatay qabuur iyo hawleheeda waa laba shay isburin hayo isbaabeen hayo oo aan gaalnimay islaam meel isku ma geyn karo way lafdhi kala la socda munaadan lil akhar munaqidan lahu bihaythu la yajtamiani abadan inta saqan muhiim jidan bin usraaci ay jeeqan ugu yimaay mudadan munaqidan lahu bihaythu la yajtamiani abadan bal wa naqidain la yajtamiani wala yartafi'an طيب في آن واحد والله بشو يسبرن هيا ومتكود مش هاد وكب حكيك هذا ده هاي هدي إسلام نبي توحيد صح لجاوا مشرك قال بان نقنيسا هدي قال نبي شرك لجاوا مسلم وحي بان نقنيسا وحد حي مجران روحوا مقع ذن كرا مقع صد حاد مقع صد حاد مجران هذا مشرك نقطه مسلم متي مؤمن متي هذا مؤمن موحد وسافئ نقطه مشرك يا قال متي إذن الشرك والكفر ماشي دجان إسلام نمد يكرتوي إسلام نمي يتوحيد طبعا نينك اللي جه لنا مشرك يقال معها مركب والله بس شيء أو متكلها دميل ده وكي كلام الزوج الكريم طيب إلهي سبحانه وتعالى دي قدس النبي وكسو تبي وين وش شيء إلهي أنا أغنى شركاء عن الشرك أنا وضد كلو شريقي ولا أما وحلو ضد وحلو أجي أحد كأوقي أنا بدل أوقب سنبرة محاجرة أدون على أدون كي أنا عمل إلى وأجي أحد كله ملك يا النبي يا الرسول يا أولي أهل القبور وحي قدرة تركته وشركه
ونوتكايا ونودين اللي يالو امبياش واولياء الله يباتر الى وداي ووتري بس بريضا عيضا 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 إله هذا أحد لو حوقو درتو إله هو أدنى غني عن العالمين إن الله لغني حميد وحوقو فلمايو نعنع هذه لأت سي عبد القادر يشقويس يا ولاد قال لقويس لأت إله شغل خمره أكبر النقن هيا سيدا سوي شوق مركو وحوي لي فنها النبو مضو حكرب أمثلو كين هيا ومضو حكرب عن اتخاذها مساجد قبورتين مساجد لغدو تو مضو كرب وهؤلاء قوة ما أنت الجوجة يبنون عليها المساجد مساجد بكذو اللسان بقى مسكين زاد النبي يقول غضب اللسان بول لعنت بكل شيء غضب إلهي بكل شيء النبي يقول أسوق لمن هيو يدردار مي في آخر وفاته ساعده قدام بيدردارك بحين يروحوا أقبرت لقى فقال أن مساجد لغض اللسان وأن قبر جسان العابدين دردار مي بكتري يهود بول عن النصارى طيب سان لو قد يعني يحذر ما عاش عذر النبي يهود يا النصارى النبي يقول عن هذا يحذر ما صنعوا حمد قدها هي عائشه وحي ترى ان لو قد يعني او وحد لا سمينن بكبق هي اذا النبي يقول يا لقد الاسم مساجد انه مساجد واوي حيبها الصومالي ودن وحي كو يله تولا ام مغال اساس هي من كسما الى عرف كلا طقت ربن باس واساس مليندي زنجبار حيبها واحد ري حيبدو دنب بو كو افجنا هاو شايدا ريميو موت مساد ما دستان ايو ريميو اسكو اوردايه marke meel degan xaw mool cabay wareejiyaan laba bil kadima asbuuc kadima iska guuraan haday meel qad tuula degan xogo balbal iyo daash bay masaad ka dhistaan ay waxa kulli tan guriyoodana si fiican u dhisaayaan masaadki ilaahay beedki ilaahay waa bahdilaaya meel balbalo iska daasho oo yaanyurta soo gali oo aygu dhax boodi oo jirku ka shaqeysto oo qoruxu milc kugu dhici oo dan fadhi karin bay masaad kaaga dhigaaya ayuuna guriyo oo inuu hor raa iyo mudulayaal iyo muxuu ahaay dirgada waaweyn bay muxuu hada roob kugu qabtay oo kugu dhamaatayba marka horta taas waa bahdil mid kale ma guriyo dhistaan kadib ba masaad yar oo waxeeya ma tisto ka bilaabay ma hayaan meeshu nabigu guriyo inta guri dhisanin u bayd ilaahay ka bilaabay intusan madina nabigu ka dhisanin guri kiisa oo haweenay tiisa usan qol dajinin ayuu baydka ilaahay istaaji awl amal qabtay buu ahaa baydku masaadku wax ummada isku keena way asaga la hor dhisaaya dhaqanka hindida ku fiican nimanka hindida waa reemagaal way ku fiican yihiin masaad dhisidda afar toban inay meel joogto masaad bay yeelanayaan yurub iyo galbeed markay tageen markay meel degaan shuqaq looj bay kareysanayaan ama guri bay kareysanayaan laba qol ama shan qol kumid masaad u geynaya waa afar nin kaliya haweenkoodu ma tukadaan caruurtoodu ma tukato ayagaa ka tukada bas afartooda afartooda masaad kan la eeg ba dhisanayaan soomaalida qaxday hindida u baxsadeen muslimiintii waddanka waddamaha tugo dhan hunuuddaas loo baxsaday masaajida sida aad bay u ilaaliyaan u dhisaan wax kale hadduu waayo laba nooy meel degan oo guri kareysta xaggana gaala ka degantay cadaan oo labada qol mid ka mid waxa ka dhigaya masaajid labada qol mid ka mid masaajid bay u goynayaan ayaguna kii yaraa bay kala goosanayaan oo isafiita ku xidhanayaan aad bay hawsha ugu fiican buyuuda in ay dhisaan laakiin bidac iyo khuraafaad iyo shirki hindi weydi iyo sixir iyo bakti tayib madaris fiicana sidoo kale nimanku fanaha can itikhaadiha masaajida wahaulaai yabnuuna calayha almasaajid waa mukhaalafa kow nabigu wuxuu yihi yaan qubuurta iyo lisu dhaweynin innaguna waxaanu samaynaa masaajid baan ka dulisnaa midda labaad wanaha nabigu umadda wuxuu ka rebay عن تسريجها إن لفينوسي أو التريق يفينوسي لقي مصابيح لقي قبر حق هابين كيف هاي واسدة شيخ قبل بافدي الأولى قبر جايبل أكو خلاوين هاي ضب مالك بحاي إفتين باك الشيطان نيم بابا فدي يبا خير كي بواجي بري يبا قولي أكو سوكا اللي حكيت ما دين حواليه فرجنا أنك صوب بحني فرجنا أنا معي هاي طيب ومال وإذا دك حبالي نيم باكو خلاوين هاي أو بلد جن طيب مركز هيرك مش هسود دقي كوسو أورت كا رشيم هيان والله لوجي حول الله قل كده من قبورة كل عوان هيا قص إله كو عبد هيا ما إله بكو عبد هيا مسؤولي كو عبد هيا شيطان بكو إبليس إن يدعونا من دون إلا إناثا وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا إله يحول مبر هيان منع عبد هيان ضمر بي عبدا لا تي عزية من بالعام عضوي
حتى أصنامتي أصنامها طلب معها أو معها رقم معها وشياطين معها أو وحي عبدان دمر بي عبدان قالا ويو شيطان كواس دامين موقت ميت بابا لبكي لدكي زوار داباي. طيب مركي إلهي يحول سبحانه وتعالى إن يدعون من دون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا شغوه اسمك بريس وشغوه اسمك بريس إذا شيطان بريس محاجرة شيطان بوحنكو أمري أصغاك قدري أصغاك وحنك أدى دعيي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلهي سبحانه وتعالى وحولي ميان البلا الذي قال إن شدان عابدين نبي الله إبراهيم أبي حكولي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية حقيقة العبادة الشركية والكفرية وعبادة الشيطان وإبليس ضد كان كلوا اللقين هيا موين حقيقة وحد عبد الشيطان العبد إيسا لأنه وحنا يا قدم بيا وكوا في إلهي قال إنك قدري حقها أظن وأتوقع أو يعبد كدي هو إذا ما كان قاتل وأنها النبي مدو حكرب عن تسريجها إن لش محوها لإفيو محوها لفن فن تسريج كوا فنوست أم واحد تريج أو تقانا أو مال لقش ده لامبط يفنوس بيجينها يان قبرت نبي قلنا مدو حكرب وهؤلاء يكون هذا الجوعنا إسكب الداء إن فنوس بس أيجياني يوقفون وحكوا وقفان وكب حيان الوقوف حولي هنتبه كوقفها يان قريب ودسها يان قريب أو حكى الصبح هنتئه قبر هبل شذال كسيه فنوس تلقو بحيوله ووقف في سبيل الله أقول يا أيتام يا مساكين وحلو وقف عن مقدس ترى موقتاي قبر مال يا الله فنوس سكلية يا شمع يا لام بديسي يا شذال كي أيو قرد أنك وقف يا هنتنا مقو بحنا يا ودردار وسيد وخدر عدو لمن هيو وحوله ثلث كود وحنو دردار من قبر الشيخ هبل والدين ده ولا دبروجي ولا قعيار الدين ده العكسيو وهؤلاء يكون جوا يوقفون وحي وقفا الوقوف على إيقاد القناديل عليها على إيقاد هورنت وإيقاد وهورنت القناديل وجمع قنديل وفينوس وحي حولي وقف كب حين هيان فينوس إن لغو هوري ماشي لغو شدو لامبضا لغو شدو وحكا دي لو الشمع لقد تاقو إفوها بينك وحلقو أركضتك ويبنحو آيقود وافانو كعابدان قبرك على إيقاد أي على إسراج القناديل فينوس إلا شذو شذا لجبح يسديد عليها على القبور وخلاف اللبات مثل دحات وأنها النبي مدو حكر أن نتخذها عيدا ما لغو كل ما لسكوي ما دين لجدك القبور النبي مدو ديدي وهؤلاء يكونوا من تجوا مشركين تأنا يتخذون أعيادا ومناسك ومناسك كجوان وقدر من قي وحكر جان عيدو يمال لغو كل ما لسكوت والجود بلدجو يمال لغو عابد الشيطان إبليس قضب شناو خلافين واحد قذب أه وأمر نبي أمضى وحو أمري بتسوية قبورة إلا سيمون لديرين قبر إلا تاق الله ما أقول حقو يور ولا قرط وحو نصد ملو لأبنا نقص من لقو إستاقي ما دي الله سيمون قلت لك الله سيمون الله قرن مهاي ولقو إستاقي نباس كقدل صحران نباس كقفريس وانا قبري روح مسمى أكو حبالا سين لو قرط مركة تاق وحدا وير بار لسوية تاق هاي لكن إلا ديري بور لقدقو بور قاف لقدقو دون لغادي سي لو دون بين نقنس اد ملك سو ارغيس مقام با ولا غدي وا ولا ديسبا محراب با مود قبضه حرمين كلا لغا تاغاهي مساد با لغا دليساي غوريا با لو سمين. طيب وامر النبي محمد عمر بتسويه قبورته ان لا سيما وخي دهر ان لا سيما كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه حديث علي من حديث ابي الهياج الاسدي عن علي علي با ابي هيج يروحوني ميان ان كديري ان سو نبي كو يديري او محمد نبي كو لا ديري نبي كو مالن بو يديرن تو عيدن يدي وحو عمر علي وانت بحضه قبري تاغنا تا دهر غابي لاسن قورت قبري نينك ولي شيخ كبري اي دد كا دهر وا ان شعب كلا سيما وي عدل يا غرسور كو حتى قبورتان غلينا دد كنا نو نول او سو ان لو غرسور ما او عدال لو ماملو قبورتان عدال با لو ماملو هيا قبرك وين فيرها وين شمتين لقد بحيل الله زيت تاجن مدح على جمين قبور تيارك مساكن الله سمها يا وامضت الله سنا ذوي شيخ قبل كذي يا ولا آخر الآن ربي أكو حساب ملف كذي يا فيل كذي آخر الله تك هذا في عند آخر يتعالى لكن أدونك والو سنان هيا والو أفهم حيا لقبرك وين حلويني أسقى بإلهها والله رنا يقدم عرضة كو أفهمي محصتي عرضة أوين
قبرك الصوبر تكالا يواجد دم بقى وجوه وعي أرجنه ف لفوح الوش ده هيو فانس لقول الجن هيو قام مقام لوسم هيو هذا كون قبورتن كريكو وأركتين قريه هندي ده أروك سوى روشين هيا بيه كل روشين أوحى بيه كبيري وقبرك دوشيس أوحى بيه كبيري وحوش ده هيا محمد فوح إذن أنسى بالله ده هيا طيب قرعود بقى لصورة هيا قاس وقيق بحاي تونجر كبر مارك شقيع أنا وضارك إذا ما لك جماعة هذا وضارك لكم إزاي الله يربي وكش ده مرك وحوي إن من كان وركو ذو بسم الله ورس كعدوي وها مرك قبر التاجن يدرنا إن أتسنتو بنبي ولا دري من ذكاء وح تالا تالا أحمد جوري تي حوطا تي سيد ك تيدنا الحطور كل الناس بابا شوي لما أقول وحاس وتمثال يا أصنام وي نينك عالم ك مجاهد ك نينك ذلك أصول دجال مي أقتنا وأقوى يقيم وليه دم بدافع له ودينينا وأنا قسم أنكو ضيعينا لكن أنت على اللقطة ممنوع وي وأصنام قال لي وقالوا وحد رقم قدي وي طبعا كي ما أمارك سلينين ويري قالوا النصارى يودبوا حنس قري تالا هلا تالا تالا أحمد جوري حوتاكو دجال حطور إن عبد الله حسن معها إيش طالع إسرائيل مقحب مقحب كنت لا مقدشو محن كتجي حاول تقوان شيء ترى وش تسيد كاد مثل هاي إسرائيل عايزين سمجرين واجد تأيدوا أضوا كاس لما أقول تمثال كاس تمثال كاس تو إن للدميو أضوا شن تلوه وين تقريبا مرحبا بي أوضان أوض بكو رجيان أوض إن لقو رجيان للحفاظ وحده بملا وحلقها اللي هو قبر قدوشين اللي سو أوض بنانك لقو يعني حولها إيا حد قدو فلقا عدب ملا تاس لقو حلقها اللي هو قبر قدوشين اللي سو تاس اللي دي دنيا إذن وهؤلاء يكون بورشوخ هدين نبي قولي قبور تهلا الدمية دار وحي تهلوين أدولك هذا كون محيس من مانتا إسلام كشكت وهؤلاء يرفعون قبره تاجاً ديرين هيا ويجعلون عليها وحيكات الوزن هيا القباب وقبة جمع قبة قباب كوا ومن أرضا أوكالي وحلقات الوزن مساعد قوة القيب قنبلوا البولية يقوصون أوكالي درس على قدر الصمين قبوب على قدر الوزن مقام الشيخ بل بالولية ومقام الشيخ بل مساعد يربى القصوة بحمام ماش مساعد وابا قبري با قل يرى أفرقيس وقبض له عقاران وازد وابنين قبري مساعد قلت كذا ما ويجعلون عليها القباب وإذا دهت الجوج الصومالية أهرية هولها وحسب عن ولا دقلمة وإذا ده حقوق تطاب تواجرين وجيتك على مسار بنجر نجوا يواجرين لكن وحوي سفي عن نمك أقول للقائد نمك آخر الله سي جزاهم الله خير وحوى إن الله دقلمة وإن الباب إيه وهوش أيضا باب أنت مرك قبور النوع عسل بابين ويا ما أحد جود بالوح جود بنيك ما شكو حبلا شيخ يوداتك مسلم كأسوه هوش عن شغل كله هين حتقول بالواحد قول ما إيه أمضنا على بدبادين دبتها جن إيه باص إيه عابود إيه إيه صار دبتها جن كأفودي بلقى بابين هيا طيب حتقول بشوف اللي حاد وأنها نبغى ما ذو حكر عن تجسيس القبر تجسيس القبر قبر إلا نور ديو لا شمين تيو شميت إلا دسو إيه والبناء عليه أصلا إلا دسو لا تاجو كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأنها وحكم النبي مدرك عن الكتابة عليه وحلق قرة المرحوم فلان ابن فلان ابن فلان أو لنتي تاريخ هبل هبل عمر قاس كل لنتي عروت انت كتجي وكاسة لوح بالقرة بالعرم الله صار هاي ما جي عيسى صدحان المرحوم المتوفى أبو هبل أبو هبل ما جي عيسى ترنها يقول سكوا تاريخ لنتي وبدع خرافات ممنوعوي ولا دمنا وعزو دمبر مع الله يحكي قرة الله تك طيب وأنها عن الكتابة عليه وحلق قرن النبي قدي ذي وحلق قدي جمع يوح لها المال كما رواه الترمذي في صحيحه عن جابر أستانير وذكر حسوس تلحة دي بمالا نجح يرى المال قطنتي جيد المال قطنتي أي على ما يرى المال مجلس لكن ما على قرن ممنوعه محاي النبي ولك عثمان مذعون مركود انتي نبي حكو حبالي بقيع بوكو حبالي وأنا أول من دفن في البقيع من الصحابة أيوة هذا كواوي مرك النبي وحباله هي
يوحول دجاح وينو بلارون ملي يلو دجاح إيش وقادة رك صحابة يحبي كيوم وين صحابة دي أسرع تجينا وكل جبا سوقاد دجاح بلارون أصلحه قبل يبو دوب صاري نوحول وحنكو قرن هيا والك قبل يسامو قرن هيا سان هدو دخ خلي مس يقدر إنت أنا جا أنا أقول صحابة شو قرابة دل والسود وياه قول كي أبيه يا دير كي يهوي تلك قرابة اسمه ميل بلجية أدون كسي وده شوين إيدرس كوهايانا ما كيد إنتانا ولا سودة ولا ما كلا فوق هذا لا أود كراو هذا لكن منا كعقد إنت محو أي أدون كدبديس منا كعرف كعقد إنت حقيت جيني ما أود كرتين هذا لكن أي سهلناته قرابة أي أهل كاسك ميل بالغو روشة تذكر استعلاء ولا لله يها ولا سود جيا شو هذا صاحب هذا اسك ميل بالجليا اسك قبور بالسودة ويا مركا إن مركا علامات عن قرى هاي وضحكوا قرطوا واحدة بملها هذا إذن بسمي وحنو عصا إذن هاي لكن كتابه نهي خاصة كوي من ممنوع ما علم قري كرو حقيت جينيسا كين روح كل أنت هدي أول هي إن الوحى ولا ما بنانا وحرام بإن الوحى ولا روح مسلم كين طيب ودمها يورب يا قلبيد روح مسلم يكون في بحها يا كين يكون في بحها يا إن لو حبارا وحارا إجماعا وإن لقي وطن إسلام لا يجوز دفن المسلم الموحد في دار كفر ما بنان لو حبار هذه تبر لها يو وإن لقاذوي أو لقي بلد إسلام لقي يو بلد إسلام وسافئ وإن لقي يو طيب أما منتصب إلى الإسلام مرتد حوق بهدودنا وقب صديق طيب خلاص وان توردن آخر كيس طيب إن لقادن آمن سنة أنو إن لقادن آمن سنة لأنه فرق بأود حي يا الصومالي قلبيد يوتوبي يا الصومالي قلبيد الصومالي قلبيد يوم حمجة كينيا كينيا ودن إسديوي ويوحد جهاد وكسعودة يا واحد رقاقا من مجو من كان وانا احتلالين سيف في عم بي مرك حنيها نوردكتين أنا أقول وانا إسديبنا واسدطرع عني مع السلامة احتلال كل أوي فالدار تحول من دار إسلام إلى دار كفر واتك تتن روح مسلم مركا هادية تبر له إلى هايو لقوم حوالي كرو أصل كواسداس قولي جروا جيران يا هادية دار مختلطة أطاي أو مسلمين إيا قالا ودقينيين مسلمين تنا يقون أسوعين وضما خاص إيو قبورة خاصة إليهم ولقوا حوالي كرام إليه لكن أصل كجود علمات أذكر راعين وحاوي روح مسلم كا وضن قا ولقوا حوالي كرو نودس هذه حلقة حكومة نيروبي صوما طيب طاغوت الحكومة بحكومة أدون كورن صومالي أي هلقي دوبلي واتن هلقي ما إلا ما بلد حاوات هلقي وضم إسلام كقتلني هلقي عيل بردية هلا صورة في بقول هلا كيرو هلا وحبال هوش إن مسلمين تقول إن تي يوروب يا قلبين أنت اللي قصوا قالوا وطن إسلام لا درت وهابي السوفية كقفي عن السوفية المشركون أياك غفي عن شيخ ودي وداد كودي كل انت قلبيد يورب يا مالا كل انت واسوق قضا وضع الإسلام بالله رفضان وهذا هو صواب برقيس وقم الجهدان هوشا وين قد عمان والحق يقال نين كان مشرك قال كادو وحورا كسان سمي وأقرأ إنا شيخ رشاد إن روح مسلم أن وضن قال وحبالين ومسألة مجمع عليها لا سيما مركي دارو دارو كفر وحرب انتهي هذا ما فاسد درب الله دنيا محاكو كأ غير يورو بره قلبيته مركو قبورته أي واحد يرجع كتبة والسنة ما لها من الوطن يكسر ورقته قبورتي بالله بابين والله سمي عيد بكار الغشوبي بيرا بالغادي متنزها حدائق لغو نصتو ما لغو شاكيو بالغادي هياب وارد ما طيبة لبس نقول ماشو قبورته أيد قريا بكرسان حتقولوا بكي سمي آد بو بدن يا شيخ دامع معاتي شيخ دامع وي بقوا ان صوما او كاسا ما هي هاي في اخر شي حسن ما هو كذا ذيك او كذا شي حسن في اخر ما هي هاي ما هي هاي مركوري هاي واتا واتا بالك لي سيفا
أنا كل قبور أو موقتة. قبور أو موقتة. قبور تعرف أنا كذي. ما نسيت. قبور موقتة عريض من الأركي ماشوا نقبري من الدريمي. ما كاسا. أما قولي ساعة. قريها ولا دمنية. دمان حافظ أروح خلاص معايا. دمان شيء حسن حافظ أروح خلاص معايا. رولك. يا. محلوب بحنايا يا روح اسكلي مسايد هذي قبر الغدو المسايد يقول كيف قيمة بدن ما شرت شحاس محولي والله بلوس بالله ملا بحن نقول مساجد باكيت السن قبور الله ما الله فيه مية الله صار شيء عثمان مسا حسلام ولا دمها دقريهان لما صار يا شيخ محلو صار يا ايغا ميش اسكلي هذه قبر اللي قالوا له مسجد ما قبر كان صار ان مسجد كان دمنينا غوري مركا ادو عدستاي يا مسجد كيبا قيمه بدن محاول ترمك مسجد كان دمن غوري كان دمن ماي خلط ويا وش ايضا طيب ما هو حق حق وماشي كويمت عباد بس داسهم الله صار قبرهم الله صار بس هذو مناط مناط عليها شيء عزمه ما صار قبرك حي المسلمين تقول لي ان مسالك هل الدميه حقا انك اهري اسكل الحق اللي من سبق قبرك ان ميش كو جري ان فدنك لو شركي لو لا دغالم يو ان قابك او بخنا مويين انت بلدوس ما ليس قبرك او تغن او موقده اما لا فيس اثارت ميش غوري كما دغن كرت ممنوع وي هذو روح مسلم يان كهلينا قالوا باب قال باب قالوا غريها افي اخر لك الله سبحانه كان دوله لو دمنينا نجاور سوى أنك إن شاء الله تعالى وأنها عن الكتابة صا نقوم بشح حسن يلي نيدك يلي ما يسوى وقت هذا وأنها عن الكتابة عليها نبي ومضح حكر بئن وحلق قر قبورة كما رواه الترمذي في صحيح في جامعه بصحة في صحيح عن جابر صحيح صح ما وأنها نبي ومضح حكر بئن لا يزاد إن الوكر لين عيد يعرو ألا يزاد عليها على القبور غير ترابها أو غير ترابها عيد ذي وحنك هاي مركن حبالة إن قبر إلا عيد بالغس وقفي هذا مكلا دوا هاي عيد بالو علن تيسي توك الله قدر ماي لأنه هذا عيد كلا الله كيانه تيسي اللي وعشه حو ما شو أرانيس لأنه عرض أذكر وقفت بهذا وبد يا تاج ما يزبا قابك عرض كوس على رايد قلنا من من بكرتيد ما الله قضي إلا وإلا عرضه بكبضن وأكتين هو شو والله يقانا هدي عركة لقو الدرو ماشي تاقي بوري دودون بين غنيس ممنوع طيب ونهى ألا يزاد عليها أي على القبور غير ترابها كما رواه أبو داود عن جابر وهؤلاء كوا ما انتجوا انت بالنبي هذا قبور كيري كوا ما انتجوا إسلام كشكت محيص ميان وهؤلاء كوا ما انتجوا كجوا مشركين تا يتخذون عليها يتخذون علي على القبور قبور سو حكوسهم ايام وي اي ساران الالواح اللوحان بغح بلاران الواح بلا سوق هذه مقع على القوقري فلان ابن فلان ايه كرسي بلا القوقري مهم ياسين بلا القوقري اخلاص كي هدينا ثواب ما قرانا ولا نجي بلا القوقري سوره الاخلاص بلا القوقري يتخذون عليها دش وحية شان كل جيان الالواح اللوحي ويكتبون عليها القران وغيره قران يوحان كاين بوك قران قران اذكار صلي النبي محمد ياسين فاتح بك قرآن سبع مرات وخلافا لدين محمد نبي محمد سيداس وخضر دار سيداس ويدي وخلافا له خلافا له للرسول بعد خلاف شيطان بعد الله شقين هيا ويزيدون وحكو كرديان على ترابها عيد دي عيد كأنين وقدرا طيب على ترابها وحكو كرديان بالجس نورد بقدرا الجس ونورد أما الشميتده والآجر جاجورك اجر و مخاي جليغا مخاي بالك جلي لو يقنا اشوم اشونكا ايو دريغي لغا سمين جري على لو خر لو غوي ادق وي باي ساره مر مر كو كلي واغا دم لغا دغي جري طيب مركا جلي ايو جاجور ايو وحاسي ساره هيان يعني يشمينتو ولا حجار دغ احنا وار ساره هيان دغ خيال سو قرحين سو قرن باي ساره هيان وحي كو دول قر هيان وي شمينتين هيان وبحرده هيان متلل باي ساره هيان سيده قبورته كريكو متلل قبرت قاركم متيل بازارا متيل كم سيدك وكلا كان وكلا كودك طيب ولا سارة يا ناشا قبل ولا سارة
لكن هذه أرد أن تمنى شهد كواستو نبي السبب سبب الوقع بصمه لسنة المعشور بلد هنا لما نصاري غفكي هذا هو شهد اللمبر باللوغين كرا اللمبر باللوغين جين كرا كليا كد من النمان كان العقل السين هيا ويقول لي شيخ إن الشيخ إبراهيم هو يدي بن ساقوس من يوسف ويدي أما كانوا كجر تعلمان طابنين كسر بيقات ودايين قسم ما إن الله يسوع يوسف الشيخ إبراهيم واتقنا ويدي تلاقى سانسينا وإلى يكوب بادي رجح يرب والله مرة يكون قرن قبر جامر كا حريص واقات ما صار هيا اسم لازم ما يا الله سمين ما هي دم بيني قلبا يا أسكال أروح مع سيكل أقولي مين أسرع حفظ جيسي إلى لنتيزي دم بكل أقولي مين نيك دم بقى سامين بالله ده قال أيها ما لقبت حيو صار هيا أيها حلقة قبر كرام حاجة المسلمين قبر قبر قال ما لقبر المسلمين أسكال قبر يا يجا إبس يجا أسكال ويكد عون كرام وحوليدنا وي حد قدو بوي ها رولك وبنايا ما كان نمان كان إلا دعوة لقبت باهين وشغل قبته ما هين الله رضوا حي سميام إلى وقت ما قال من نو جيان طيب ودك صراحه دبابيه هدي حقيقه بحسميس ويزيدون على ترابها بالجص والاجر والاحجار وقد آل الامر ارنكو حكو غبا غبوبي بهؤلاء الضلال كون دونسان ضالينتا المشركين قالدا شيخ هو جزمنا او شيخ مشركين وي شاءوا ام ابوا اما جهله هالنقدين ام متاول هالنقدين ام مقلدين هالنقدين كون قبور تعابدا وضلالوي ضلال وقد آل وحكوك بقوي الأمر أرنت حندين لأنت وحلق عدوي بهؤلاء ضلال كما نصنع دين تقرم مري المشركين الأشرك يلا إلى أن شرعوا إلى إجديين بهوش لقى عدو إجديين للقبور وقبور تحجا قبرها هلو عجيب دنب حج وصنفوا لها كتب بكقر إن لوح حجيو وصنفوا لوح يؤلفين مناسك حج المشاهد أي مناسك حج القبور والمشاهد وجمع مشهد وأنا قبرك حج كيس حج كأعماش يزوي مناسك وجمع مسك هو العمل مركب إرق وحوي وأعمال حج القبور أو المقابر مقابرتي وقبورتي حج كذا حج كأعماش إلا نوان حجنا حج أعمال بولية طواف بوليه صعيب بوليه حلق بوليه ذبح بوليه رمي بوليه وقوف بوليه وحرم الله سمعين هي أعمال خاصة اللو سمعيه طيب ولا يخفى مقر صنبه الشيخ لأن هذا إن قبورة الوحد قد بقوا سيدي حجك الله يقول الله طواف وعلى سمعيه مفارقة كبحيدنا يتلا فارقه لغا دقاقي لدين الإسلام دين الإسلام هو عصر لغا لغاية أرور بلغا دقاق إيو الدخول قليد ويلغاية في دين عباد الأصنام ذلك أصنام تعابد جري الدين تود الدين وشرك بالقلي تي إسلامنا عصر بالقلي لأن هذا وينقض ويقضح في أصل الدين أصل التوحيد ببابين هيا طيب فانظر إيقبور ابن القيم إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول لأمته وما شرعه هؤلاء حتفع في رسابه فانظر إيق إلى هذا التباين كلا دوانا شان أكبر وآد بالوك لدوانيا ولا كلا تقي العظيم وتباين وين وي أود حياة بين ما شرعه الرسول نبي وحب الجديي يقبر تقص أبصنا أحكام تيد إن الله لزين إن الله ديرين إن الله حلقو قرين إن الله نور ضين إن الله شمين تين إن الله عابدين إن الله ضوافين إن الله برين إن الله طابنين إن الله دونكنين وحي نبي حكم كده جو رنبا انتلا قرم مريبا الدين عصب لدجت وأنا قصوم رأب أبو الوفاء من عقيل الحنبلي إنه سير وهم عندي كفار بهذه الأوضاع أحكام تان إياها ولهنا إسلاميين قبورتك آدم بيقالك ويهين أما متأولين هنو غذين بور أما مقلدين أما جهلوا كفرتهم وبهذا الأوضاع طيب نقيم أبو الوفاء وصوح حكومة إما نقيم تيبو كوشي أسقنا نبي مركو وجد إلى أمته تباين كورد حيك لدونا شها إيقوي وما شرعه هؤلاء اللي قبورهم وأوثانهم هي مشركين تما أنت جوغا وحي أجدين قبورته والنبي صلى الله عليه وسلم نبيه أمر أمده وحو أمر بزيارة القبور قبورة من الله بغضو الله صلى الله عليه وسلم يو النبي أمره لأنها محايا تذكر بالآخرة آخرة كحسوسة الدون كانت لحور دي بي كازمرسين
ماشى ننكا أمته والك يا مسلم كا بضمن دونتا قبر يربل وقلين دونا أدي عمل كابا إسران مرنا بعد هورينين وحاكم مضان وحي على شقيزتي والقوة أنا قاتل عبرة كاكو ريس أما الكدي رأي إن إنده تاجي سيدا صوق قابسن والأرورسن والغطوبت كنا وآمر أنك حامر الزائرة ننكا بوقان يا قبر روح مسلم كا إيه غير كيبا وحو أمري عبرة هوري قال يا مسلم ولو عبر قادان كرا قبوته قال والله بوقان كرا للاعتبار قبرك قال يا مشركين توا صو سلامي كرتا بمعنى بوقان كرتا اظن مركا كو عبر قادانيه لكن بوقشها وحكا لما راعين كرو قبرك قال مره دا تقتل لكن قبرك مسلم كوا بوقان وا كو عبر قادان وانو دعين طيب وامر الزائر الروح الزائر كوحو فري ان يدعو محي النبي صلى الله عليه وسلم وحلو فصحي هو يدي فامن انه صو سلامه قبل كذا أو كعبر قاته أو تجوزيا بمعنى إنه زيارة نجدا لكن إنه دعي ولدي إلهي وأنا دعي ما يعلم ممنوع ودعي المجيد مركو النبي إلهي وحوي ديستي إن وهي دم ده صو مرة النبي وكون يلح بقول أصحابه لا صعدا مش أبوا له رجع كحبا الله مرة هاي النبي إلهي وحوي ديستي إن وهي دي ومرك دم ده وحوي دي بريو ما يعلم ولا لا ممنوع هاي ورسول النبي وهي فبكى وأبكى من حوله نبي شفقة ورحمة لأمه طيب مركز أكون إيه لحد بقول سبحان الله أوي والله الميل عذابك إليه لك الميس ونبيك الميل صلوات رب وسلام عليه لأنها ماتت على الشرك مر هذا أدي والدك الدين كوك على تكتان وحد قمن كرت مجره والدك هذا قال من شرك كود أنتو رسول بقى نقطت وحبه ما قمن كرتين إبراهيم عليه الصلاة والسلام به آزر وحمد طريقه رمعي لواشر قال لما قلت انت نبي الله محمد صدوك أبوك عبد المطيب أديرك أبو طالب ويدي أبي عربك حقوق ما يقريش بكبابه أسوق الرسول مقر والله دورتيوي إذن كي إنو الدعيه دوالو ديدي ودم داف ويديو مركز إلهي ويا أن صوت سلامك لي أن زيارته والله فصحي واتقي صوت سلامك فبكى وأبكى من حوله رواية عند ابن حبان صحيحة وحكجرت إنه النبي يريه وحلقه شفقة من ورحمة من عذاب ربها عذابك الرب قد يلقه الميزو أيها أنكحن ونسنا يا أبو مركا وآذك قالوا قلوا العذابها يا شفاعي إرقنك هذا ما فرق إله ودن دافنا مده كرتد لقون حقيقي قلب دلع عوي ومرار دلع طيب إذا مرك قال إسلام بوالا بوغان كرا والو عبرة قادان كرا لكن دعاء يدم داف ويديسك ويدينتا وحاسك لمسلمينتا وأمر الزائر أن يدعو لأهل القبور وأنهاه نبي وحكر بي زائرك وحكر بي أن يقول إنه إذا مركو زيارنا يا قبرك هجرا هذا الحن شرك إيو هذا الآن في عينين إيو اللهم بهانو وضد بوغتك عبرة قادة إذا بأدولتك ادعي إسكالاس ونقو لكن شرك إيو قال لما إيو هذا الحل قام أقوله فهذه الزيارة التي أذن الله فيها لأمتي وعلمهم إياها فهذه زيارة وزيارة يبوق شد التي تاسو أذن الله إله يؤيدم فيها قد هيدا لأمتي وإنما طيب فيها في القبور وفي أحكام القبور لأمتي وعلمهم أبري رسولك إياها أي أبري زيارة النبي أبري أمديس إلهين أمديس أجدي وإن قبر الله تقول عبر قاته هذو مسلم يهين الدم داف على اللود واللود عيو لقى صور دقا قوي هل تجد مهلا يساب ابن القيم فيها في زيارة المشروعة شيئا وحمهلا يساء مما كي كمدة يعتمد أي عسكران حجيستان أهل الشرك والبدع زيارة النبي محمد هي شرع يدينت أنه آية المانتي ما وح شرك أكجرة ما وحن باكجرة مايا هذا وان من كان مشركين ده وحنا حقيقة كنا شيطان بقوي يريي شيطان أي قوي يريي بلاي بخت وحي عسكدان وحي ما لا يقيل كر هذه ما لها هو مما يعتمده أن يقول لكن صلاة سلك مما تعمده صلاة في عن بيلته مما تعمده باك في عن هل تجد شيئا مهليس فيها في الزيارة المشروعة ومما كيكم تعمده ويقستين السمايين أهل الشرك والبدع أم تجدها وحليس مضادة لما عليه لما هم عليه من كل وجه مضادة محال الله سبحانه وتعالى محال كقرا تجدها تجدها يا محقدا بي
لانكا مجرو سيقو يلانكاس أم تجد محد هليسا مضادة متكور ومني سو بابين إيسا إني تاي زيادة النبي محمد شرعي قاهيد ما كان لغو رقمه وحي بابين حمانتي شركي لزمين إيه بابين إيسا مضادة متكسور جدو بابين إيسا لما شيء بابين هم أيقو عليه دو شيء كسوغا يوم من كل وجه نكستيك بابين إيسا زيارة محمد الزيارة الشرعية والزيارة الشركية فرق بأود حيوي الزيارة الشركية واتمانت الله سمعيه قبره الله تقو لبريه لا عابده لا دونكده لقوة رئيسة لا ضوافه وحلوك قورعه أساقه وحلموده مسكين كماشا كو حوى الله يا أبو خير لقر هجين هياب نبي نحول انت الأوتك تان مسكين كهلو الدعية لو عبرقاته نول بقود كاسو مضان دونا وحور مرصد أمواناك يحمان بونا مضان دونا النبي بريبا أدونك كتاكي أساقنا ما أنت ما دام عمل كسوك أو مسكين يا أدعي بلقو سويوي مرقاس أساقي خير بقضوانا بأساقي بعد عابده والله بكلا باب وزيارة شركية ومدى إسمية أن تذكر منطقة شركة إسلام إن بدنا كمدة إيو زيارة شرعية ويسكسه رجلا من كل وجه وما أحسن ما شو حاك ليدون قرن ولا أحسن وما أحسن أصل قرن دب ملا ولا أحسن طيب إيه يا قرن لكن وما أحسن بيكون في عنده محقق قيام بدنا ما تعجبية وي هدي ولا أحسن اللي جادنا هدي النفي من نقمبه وحكف في عن مجري نغنيس وما أحسن محقق بدن ما قال الإمام مالك وسيدك قرن أصل كه إمام مالك هذا الكيس وحقق بن مجرى ومحيري لن يصلح آخر هذا الأمة أمة آخر كذا ما وناجني وما قرحني إلا ما أصلح أولها أمة أول كذا وصحابتي وتابعينتي وعلمتي وأولي المسلمين مالك الشافعي أحمد يا غير كي ثوري يا ليث يا سمع عيانا يا علمتي وي علماء المسلمين التابعين تتبع التابعين إيو صحابة دي وحي كوها لاغين أمبا أنك إنو الدن أوي دين وحي إنو وحي تذكر دين وها وناك نوحي كجرى وحي وناك صحابة كجرى خير كنوحي كجرى وحي خير كي صحابة كجرى لكن حتى ترى ما يا صحابة واتي أنه هولك لا ينفعها هي وقالوا بابا هيا لن يصلح وناجن ما هي محوها هجاجن ما هي آخر هذه الأمة ومدى النبي محمد آخر كذا إلا ما شيء ما أصلح ونجي أولها ولكن محا لكن محاس بدلي ولكن هوش وحاوي كلما ضعف تمسك أمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك محا لكن اسبدلي وحاس بدلي والله قرم طريق أنبياء طريق صحابة يتابعين الله قرم مري وحجر واكرا ولكن هذا كلما حل حلقي مر الله مرك ضعف أو تقدر رأيه أو ضعيفه تمسك الأمم أمدها كل جد كل جيهم بعهود أنبيائهم بلمه أنبياء ذي نبي بلمه كتجي دردارمه كتجي دين بكتجي قرآن منزل كتجي وحي سنة قرآن بكتجي وضعت الليل وكنهار بكتجي دين تقول لقان كذي بان كف جانينا مركان كف جانو شيطان وضخ من وجه حياة باس توبية كلام قد عينا قرآن كله بلدوس بو قادان عقف جيت قردو انو جكاسان قادينا كنا محن هلكاس ودقاق هاي مر الله مر كي تاقدر ريزو ضعيفته كدقان كديميل وحالا قدتك يا دردارن كي يبلمه انبياء دي رسوش اللي قدتك هاي بعود انبياءهم ونقص ونقص ايمان وإيمان كي بدلا كما قن ماشا عوضو محايدون قرن عرضوا صحما عوضو وي أصل كساسا كو قرن عوضو ساسا كو في عنت عوضو وحالو قبل لقاوي وطريق أنبياء يسنة رسوشة يحق التوحيد كوحي كوب دجان ولو عن ذلك عن التوحيد وعن طريق الأنبياء وعود الأنبياء بما شيء كوب القاتان وكوب دجان أحدثوه أي كانان من البدع بدعويل وشرك قال لما طريق أنبياء مكة لقا جيته وأساس شرعي النبي محمد إن لك الغمة ملمرك لقا تقيم حال زمي قانون بلو بدلي بين الكورد محوها هاي دستور ضاقوت قوانين جاهلية بمش بوحزي طيب ملائك مش هذا يكبح شياطين أبالسة دكتة توحد مش هذا يكبح شرك بادقة التحكيم بشرع الله الحكم بكتاب الله بشريعة محمد دي لقطقه وحابدلي بقوانين جاهلية ودستور ودستورية دقيدة الصومالية حير بكتة وحكم معمولة مركز شرعي كتاب القرآن كالقاها اللين وايين ومن هاتك مدل قم مملو حير بيكت ولا رقمين أنا جريمة حنو حيرها وحنو حيرها
مقتل دبر كوال لباطن رقنا أفرتن طيب مئة ميل إبل مجرته خمسين خمسين وشغين مزو أنا قلت هيبل وحنو حيرة ونو مقأة مقتل قربان قالي تضباطن لبادي بي قبر نقدي لي هذا كور قرت يدي هبل هبل بقوب جوجا وحال الحكومه لباطن هلا لباطن هذا واحد قوانين تمرك رمي جوا قوانين محفوظة لا مكتوبة مقرر لكن والعبسية ضغيب عبسن طواغيت بدو شكاية وضي ما الناس ضبط دقة هاية إلا هدي لقاه هدو إلا هدي لقاه جبيو هدي اللف كتبتو هدي اللود بحلقاه جيستو نمبا حفثنبا مركا وطاغوت يد السور محفوظة في صدور بل هو آيات بينات مغلجة في صدور الذين القرآن معي وطواغيت وقوانين في صدور الذين أشركوا بالله ووحق قرموي يا محيي هذين أو أساسوي مركا نمانكاس وحن وجد هذه الشيء خير كان لقطة الشرب اللي قبده شاه إسلام نما هذه لقطة إيه ولا إله دين سلقو ولا له الأخوة الإسلامية الإيمانية وحلو قبده شاه الأخوة القومية الوطنية صمالي النمو محن كذا إسلام نما كتقن في الأورنجري إسلام نمو هاي نقدر حيس نمو والبن إيمان وذاقنا أو مسلم ورالكن أنقدر قنو ما يلي صمالي النمو عشان تجيز الصوماليات صومال وحلا القومي وحيب إذا شاب بوسك إسلام كيدكتا هذا الأصغير لهوش أي ضاع حور الشيخ مركا ولا قد جرد السلف سلف كوه حيدر ترين الصالح إيه وأنا سلف كوه وأنا سلف حم باجري أهل البدع باجري التوحيد توحيد كيدر ترين توحيد سافي اللي ما دون وحام وي إلى لين جانب ودع توحيد كيدر ترين توحيد كان وارد دورين وي حتى كان أحدهم إلى متقدوها سلف كمدة إذا سلم على النبي نبي قاطو سلام النبي قاطو صوب بعض مساد كويمد قبل النبي محمد بدول استوى سلامي ثم أراد أود وأنا أدعى إنه الله بريو جعل ظهره ونبر كسوح وكده جدري إلى جدار القبر قبل قوس كسي جسنيه قبل قوس سلامي اللي نقول محق إن القاب شوي نبي قاط قابل وطلامي السلام عليك يا رسول الله إذا دعى ضم وقوس مجراها يا وسي جسنيه قبل هذا هي نبر كسوح كو هذا يا درب قبر كو هذا قبر أيوه كوسي جدا إله ميس بريج نسحابه هي تابعين تذكر أهل خير كه مرك قبر السلامان واسم الجيرية طيب جعل ذهره أي ولا ذهره إلى جدار القبر ثم دعا أنا صبا سيدا يرجع ابن مالك يصحابه فربنا ما يرجع يتابعين فربنا وقد نص سيدا وحعد إن قبر ما كلا سلام أو الدعاء سني الدعاء قبل لا هذه لأن قبلة المعاي الدعاء وقبل كعبة ذوي هل كان بلو دعاء سن لو تكن إلى القبري وقد نص على ذلك وحعد الأئمة الأربعة عدي أنه روح مسلم في الداعية أما الزائركة يستقبل القبلة قبله وقابل للدعاء لأجل الدعاء حتى لا يدعو إلى أوسن وحبرين وإلى أوسن طوقين عند القبر فإن الدعاء عبادته دعاء هو عبادة عبادنا قبلة أسكالي الله أسكالي قبر لا آدم أصوى الله سلامي ولو دعاء ولا قتلي الدعاء هو العبادة وبالجملة قبل قبل وحاول يسوي أنتم كمدر مس بالجملة سكتنا ذا وبالجملة هنا جو هذا بالله توفيق.